غنى العراق بما يعرف بالنار الأزلية التي لا تزال تنبعث في محافظة التأميم من جراء الغاز الموجود فيها بكثرة، إلا أن شيئا لم يغير بحال البلاد التي تريد هذه المادة وبشدة لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية. توجه الحكومة لاستيراد الغاز المصري عبر الأراضي السورية أثار مجددا حافظة الشارع الشعبي الرافض أصلا لاستيراد الغاز من إيران، في وقت يمتلك العراق أكبر احتياطي منه بأكثر من 110 تريليونات متر مكعب. ما هذا مو وزير نفط، أما هذا طماع وجوز بايع النفط كله وخليه بجيبه. احنا اليوم ما زلت يعني أصبحنا ماكو حكومة، كل حكومة ماكو بهالبلد، هذا بلد يعني شبه تايه. شنو كيف ليش ماكو مجلس نواب؟ ماكو جهة مجلس نواب 330 المن هاي شنو يعني بس تضرب فلوس رواتب. الخلافات السياسية والكتل السياسية هاي ولدت، والمؤامرات تحث على العراق الخارجية، وهناك لا يردون خيرا للشعب العراقي، يردون العراق دائما يراوح في نفس المكان. هذا استنفاع وتجارة باقي الدول، هاي الدول المستفيدة من عندنا، هاي واحدة. واحدة الثانية زين احنا عندنا امكانية نطلع الغاز، ليش ما نطلع الغاز؟ أمام هذه الأسئلة والاتهامات الشعبية لوزارة النفط بالفساد ووجود أجندات خارجية، تبرز على الجانب الموازي عوامل أخرى لقرار وزارة النفط استيراد الغاز من مصر، أبرزها الفشل الإداري وغياب التخطيط والرؤية الحكومية للاستفادة من موارد العراق الضائعة من الغاز. عملية استيراد الغاز من دول الجوار أو من دول إقليمية أعتبرها معيبة بدولة مثل العراق، يحتل مكانة عالمية كبيرة في عملية الاحتياط النفطي والغاز وأيضا تصدير النفط، وبالتالي هذا يدل على أن هناك تخبط في السياسة الاقتصادية وتخبط في سياسة كيفية الاستفادة من نفط وغاز العراق. إحدى المشتقات التي تهدر وتحرق بدون سبب، لذلك والكل يعلم النار الأزلية. ما هي النار الأزلية؟ هي عبارة عن غاز يحترق في كركوك، وما زالت كركوك تفتخر بها. إذن لو كانت هناك رؤية حقيقية لتطوير هذا القطاع، هذا القطاع الآن لوصلنا إلى مراحل كثيرة. ولا يزال العراق منذ عام 2003 حتى اليوم يستورد الغاز من إيران بواقع نحو 20 مليون قدم مكعبة يوميا لتشغيل محطاته من الطاقة الكهربائية، في مشهد يصفه العراقيون بالابتزاز السياسي والاقتصادي الواضح، في وقت تظهر تقارير البنك الدولي أن العراق واحد من 7 بلدان مسؤولة عن ثلثي إحراق الغاز المصاحب للنفط دون الاستفادة منه.